شيان، برحب بيكي في مصر اونلاين. كلمينا النهارده عن حضورك. عن ايه؟ عن حضورك النهارده. مبسوطه قوي ان انا جيت المهرجان السنه دي، اول مهرجان ليا. اول مهرجان تكلم. ايوه سمعت ان انت مشاركه في قواعد الطلال 45، هم كتير قوي كده. اكتر من 45 بكتير. اول مره بصراحه. ايوه. يعني فيلم بيتكلم عن ايه؟ مسلسل قواعد الطلاق ال 45 بيتعرض دلوقتي على شاهد، وهو تريندنج نمبر 1 على شاهد بقاله كذا يوم. وبيتكلم على العلاقات باختصار شديد. في طلاق كتير بقى والكلام ده. جدا. يعني النهارده طبعا البنات عبد الرحمن، وفيلم بنات عبد الرحمن مال ايه؟ هتحضر الفيلم النهارده؟ ايوه جاي احضر الفيلم النهارده. ليك حد يعني في دعوه، يعني صديق شخصي بيمثل او حاجه؟ لا، ما عنديش اصدقاء بيمثلوا في الفيلم. مهرجان القاهره الدوره 43 بالنسبه لك ايه؟ مبسوطه بيه جدا، ومبسوطه ان انا معزومه في المهرجان، ومتحمسه لكل الافلام. شفت تكريم امبارح زي لكريم عبد العزيز ومال؟ ايوه شفتك تكريم امبارح ازاي؟ جميل قوي. اكتر حاجه عجبتك؟ مش عارفه ايه السؤال الغريب. اكتر حاجه عجبتك امبارح في التكريم يعني الكريم عبد العزيز ونيلي كريم والافتتاح عموما؟ شفت الافتتاح؟ ما اتفرجتش عليه كله الصراحه، كان عندي شغل. بس انا مبسوطه قوي بالمهرجان وبالتنظيم وكل حاجه بتحصل. شوفي ايه جديد ليكي الفتره دي؟ بصور مسلسل غرفه 207 وفيلم القاهره مكه. شكرا جدا. ميرسي.